اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في الحلقه الخامسه من صوم وتصحوا كل عام بخير مره ثانيه رمضان بيمشي بسرعه وزي ما عودناكم حلقاتنا مع الدكتوره كريمه عبده استشاريه وخبيره التغذيه والصحه العلاجيه واستشاريه السلامه والصحه المهنيه اهلا وسهلا فيك دكتوره اهلا بيك يا دكتور جمال ازاي حضرتك عامل ايه وعامل ايه مع الصيام <applause> تمام ما دام مستمعين للكلام ان شاء الله حيكون كل حاجه تمام السكر وقطعناه السكر أه. وخلص <applause> لعلمك ده يعني اكبر شوط تبقى قطعته في طريق الصحه يعني <applause> كون ان الواحد يقلل حتى من السكريات او يمتنع عنها نهائيا ده كده بيقطع شوط رهيب في الطريق في لاستعاده حياته واستعاده صحته مره ثانيه حاجه جميله جدا جدا يعني لما مش هتحسي بيها الا لما تستمر فيها شوي هتبدا تشوف بقى الدنيا بتتظبط والمود بيتظبط وحاجات كتير حلوه والله. رمضان حيكون المفتاح لنا ان شاء الله. على الله كله ان شاء الله، رمضان مفتاح الخيرات كلها يا رب. ان شاء الله. اليوم لنا حاجه عن الانسولين كمان والسكر وعاوزه تكملي في الموضوع، احنا معك يا دكتوره. تفضل هو بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وانتم بخير بنكمل برنامجنا وبنكمل مراحل التطوير اللي احنا عايزين نطورها لصحتنا بنكمل المراحل اللي احنا عايزين نقطعها هو الشوط كبير جدا عشان استعاده الحياه واستعاده الصحه اللي بجد المشوار طويل عشان نستعيد به حياتنا اللي ربنا خلقنا عليها ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا عشان نستمتع ما خلقناش ابدا للامراض ولا خلقنا للعلاج ولا للادويه ولا كل الحاجات دي هو خلقنا عشان نعيش الحياه نستمتع فيها احنا للاسف بسلوكياتنا اللي هي معلش سامحوني مش منضبطه بنوصل إن إحنا بنسدد فاتوره غاليه جدا في صحتنا فإحنا مع الحلقات بتاعتنا يا رب إن انتم بس تبقوا في إيديكم ورقه وقلم كده نكتب فيها النقاط اللي إحنا عايزين نسجلها الحلقه بتاعت امبارح أنا اتكلمت فيها عن السكر واتكلمت فيها عن الأضرار اللي ممكن بيسببها السكر لينا وبيسببها لأجسامنا عايزين نكمل النهارده عشان نعرف يعني إيه اللي بيحصل بالظبط ايه اللي بيتم في اجسامنا؟ نعرف خطوه خطوه من واقع افهم جسمك. احنا عايزين نخلي شعارنا في رمضان افهم جسمك، زي ما قلنا كل بعقلك بنقول برضه افهم جسمك، شوف جسمك بيمشي ازاي وبيعمل ايه وايه اللي بيتم للاكل جواه وانت بتاكل كده تخيل الصوره. لما تتخيل الصوره و... و... وتبقى ملم بيها انت هتحافظ عليها. اه النهارده هنتكلم على الانسولين. آه وتحديدا على الانسولين مقاومه الانسولين. ايه هو الانسولين الاول؟ هو هرمون اكيد طبعا كلنا عارفينه كلنا بنسمع عنه هو هرمون بيفرزه البنكرياس علشان بمنتهى البساطه يتعامل مع السكر اللي بناكله. اول لما بناكل سكر الانسولين بيفرز على طول فورا يروح على بعد بقى طبعا المعده ما بتقوم بالدور بتاعها والكلام ده بيروح على الجلوكوز اللي هو الاند برودكت او المنتج النهائي لعمليه الهضم بتاعه الكربوهيدرات بياخده ويخش بيه الخلايا احنا بنقول الانسولين ده هو المفتاح اللي بيفتح الخليه هو اللي بيخبط على باب الخليه ويقول لها افتحي انا معايا سكر عايزه ادخله آه الخليه بقى يا تفتح له يا ما تفتحلوش هي المفترض والواقع والطبيعي ان هي تفتح له لان هو ده المفتاح بتاعها فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا اول ما باكل وجبه كربوهيدرات او سكريات آه بيروح الانسولين في له ريسبتورز او مستقبلات على جدر الخليه من الخارج اسمها مستقبلات الانسولين ريسبتورز بتاعت الانسولين فبيخبط على الخلية افتحي انا جاي لكم معايا سكر الخلية بتفتح ناكل تاني بيروح تاني يخبط الخلية بتفتح وتدخل سكر تفضل تدخل وهكذا واحنا مستمرين في الافراط وعدم التقنين في السكريات، مره السكر في العصاير، مره السكر في الشاي، مره انت لو قعدت تحسب لنفسك انت في خلال ساعتين ثلاثه من بعد الفطار وانت بتتعامل مع السكر بالشكل الطبيعي العادي اللي احنا بنتعامل بيه، انت بتستهلك كم معلقه سكر انت هتذهل. يعني لو احنا قلنا هناخد كوبايه شاي وهنحط فيها ثلاث معالق. وبعديها بشويه الحقونا بقى لحسن رقنا ناشف بحبه عصير. هنحط فيها كمان ثلاث معالق. آه بعد شويه بقى عايزين الحلويات بتاعة رمضان يا جماعه الحقونا بالكنافه والقطايف، تجي لنا الكنافه والقطايف، شوف فيها كم معلقه. بعد كده طبق قمر الدين بقى كده والمعالي والحاجات دي، شوف فيها كم معلقه. آه بقى عايزين حبه شاي بقى لان الدنيا الدماغ عمل كم معلقه. بجد هتزهل هتزهل انت كم ايه ده؟ هتقول ايه الكم اللي انا باخده ده؟ تخيل بقى الخليه بتعمل ايه؟ الخليه كل شويه يخبط على الانسولين افتحي انا جايلك لك بسكر تفتح الست تدخل السكر وبعدين <applause> هتيجي <applause> بقى في وقت من الاوقات مع استمرار العمليه دي باستمرار باستمرار اللي هيحصل ان الريسبتورز اللي هي المستقبلات الانسولين اللي على جدر الخليه دي بتنعدم بتتاكل بتنتهي فيجي يخبط الانسولين ما هيش لان هو مفروض يعني كل حاجه ليها مستقبل على جدر الخليه بتيجي تخبط ما ما انت مين انا الانسولين لا انسولين مين انا ما اعرفكش فبالتالي ما بتفتحلوش وهكذا يجي توصل الاشاره من المخ للبنكرياس الخليه جوه محتاجه سكر ولأن هو انتهى السكر اتحرق اللي فيه فطلع لها بنكرياس يروح البنكرياس مزود كميه الانسولين اللي بيطلعها نوصل لمرحله من المراحل الانسولين يرتفع في الدم والجلوكوز يرتفع في الدم هنا وصلنا بقى للخطر اللي احنا مش عايزين نوصل له كده مجرد ما وصلنا للنقطه دي بيتراكم الجلوكوز في الدم تيجي تعمل تحليل دم تلاقي آه ان مستوى الجلوكوز مرتفع عن المعدل الطبيعي طب ايه اللي بيحصل ده أنا عندي البنكرياس شغال وفي انسولين تيجي تكشف عن الانسولين تلاقي مستوى الانسولين موجود وعالي بس اللي حاصل ايه اللي حاصل ان ممنوع ان يدخل الخليه خلاص الخليه قالت انا زهقت منك كل سنه وانت طيب ماناش مدخلك تاني طب احنا بنعمل في نفسنا ايه يا جماعه ادي اللي احنا بنوصله اللي بيحصل بقى بعد كده؟ هو مش هيفضل السكر موجود في الدم على طول، لأ، هيروح رايح محول مساره، يبدأ بقى ياخد اتجاهات ثانية، يتحول إلى، يروح للكبد، والكبد ياخده ويحوله إلى دهون، تتراكم الدهون في منطقة البطن، تتراكم على الكبد، يبقى في بقى عندنا الفاتي ليفر، الكبد الدهني، تتراكم في العضلات، تتراكم في الأماكن الغير مخصصة لها. مجرد الدهون ما تراكمت في اماكن هي مش مخصصه ليها وصلنا كده لمرحله مش حلوه، مرحله خطر ومرحله احنا بنخش فيها في عناد بقى مع اجسامنا. اللي هيحصل بعد كده هنبص نلاقي حبه بحبه بدانا نخش الجسم يبقى في حاله مرض السكري. يبدا الاول من النوع اللي انا ممكن اتعامل معاه بمجرد ان انا بس اضبط غذائي يعني انا لما اوصل على فكره لو تحليل الانسولين ريزيستنس انا ممكن اروح المعمل واطلب تحليل الاي ار اللي هو الانسولين فلو لقيته عالي عن المعدل الطبيعي اعرف ان انا كده عندي مقاومه انسولين اخد بالي واجري بقى ابدا انظم نظامي الغذائي عند النقطه دي لو انا نظمت عمليه الاكل وتوقفت عن السكر وقللت وقننت جدا من الكربوهيدرات اللي بتتمثل في الرز والمكرونه والخبز والحاجات اللي هي النشويات البسيطه لو حابب نشويات ممكن الجا للنشويات المعقده اللي هي مثلا زي الشعير زي الغله الحاجات اللي هي بتاخد مجهود وفيها الياف فالكربوهيدرات اللي بتحتوي على الياف دي بتبقى مريحه للجسم الكربوهيدرات اللي موجوده في الخضروات جميع الخضروات بتحتوي على كربوهيدرات بس بنسب قليله فهي النسب اللي يدوبك احنا محتاجينها في الحاله دي انا ممكن ارجع تاني وارجع لورا وابدا اظبط تاني لكن لو استمريت على نفس الوضع وفضلت بمقاومه الانسولين للاسف بتحول لمريض من مرضى السكر اللي هو ممكن يتعالج بحبوب بياخد حبوب مع تنظيم غذاء برضو انا ما زلت زي ما انا وما هو اكلي هو هو وجباتي في الكربوهيدرات هي هي في السكر هي هي اللي بيحصل بعد كده بيحصل ان من كتر ارهاق البنكرياس في كتر افراز الانسولين اللي هو عمال على بطال بيحصل ان البنكرياس الخلايا بتاعته بتتلف نفسها بقى من كتر افراز الانسولين هي في خلايا مخصوصه في البنكرياس مختصه بافراز الانسولين مش عايزين ايه نتطرق جامد في الحاجات دي الفسيولوجي دي نفسها بتعطل فبيحصل ايه حبه في حبه في حبه هنلاقي ان البنكرياس قال انا انا يرفع ايده وهو راح يستوب وما بيفرس انسولين طب هنعمل ايه في الحاله دي بيضطر المريض ان ياخد انسولين من الخارج شفتوا بقى الموضوع تطور من فين لفين من اكلات لادويه حبوب لان انا اضطر ان انا اخد الانسولين طب برضو مش متوقف والله يا ناس في ناس كده بتاخد الانسولين وبرضو مش عايزه تظبط اكلها اللي بيحصل في الحالات دي بيحصل ان بياخد الانسولين ومع حبوب فكل دي عمليات تطور لمرض السكري في جسم الانسان طبعا احنا كلنا لا نغفل ايه اللي بيسببه مرض السكري وايه اللي بيسببه من اتلاف الاعصاب ومن بعد كده بقى بيخش الانسان او المريض في حالات فشل كلوي في حالات فشل كبدي ربنا يعزكم يا رب من جميع الامراض طب احنا علينا بايه طب ما احنا من البدايه احنا بنقول يا جماعه إن اللي, اللي, اللي يلاقي عنده مقاومه انسولين يلحق نفسه طب انا اعرف منين؟ خلاف التحليل لو حضرتك لقيت قدامك معلش يعني سوري الكرش على شويه والدنيا بقت مش مظبوطه اعرف ان انت عندك مقاومه انسولين ليه؟ لان بتبدا الدهون تتخزن في البطن في منطقه البطن اللي هي السكر اللي ما بيخشش الخلايا بيبدا يتحول لدهون واول منطقه بيتخزن فيها بيتخزن في منطقه البطن فلو لقيت ان عند الرقبه في بقع سوداء او في اماكن تحت الابط او في الصدر في مناطق كتير عامله بقع سوداء اعرف ان دي بسبب مقاومه الانسولين لو لقيت ان في زوائد جلديه منتشره في الوجه او في الرقبه او في اماكن في الجسم اعرف ان ده بسبب مقاومه الانسولين يبقى انا اول لما الاقي الحاجات دي يا اجري اروح احلل يا اما بغض النظر حللت او ما حللتش ابدا بقول نقطه ومن اول السطر نعمل ايه؟ هو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه. فرصه رمضان، فرصه نقنن اكلنا، نقنن السكر بتاعنا، توقف عن السكر. ابدا تدريجي، خليك من من النهارده كده، احنا اتكلمنا من من اول رمضان، خلينا بقى نبدا النهارده انا باخد ثلاث معالق اقللهم، يبقوا معلقتين، بعد يومين يبقوا معلقه ونص، بعد يومين يبقوا معلقه وربع، افضل قلل قلل صدقني هتوصل لنص رمضان خلاص انت المستقبلات بتاعه السكر بتبقى عند في مقدمه اللسان بتبدا المستقبلات دي تنتهي بعد 14 يوم بعد في خلال ال 14 يوم دول انت بتحس بتحسن رهيب والله لا يقارن وانا بقول لكم عن تجربه يعني مش عن دراسه اكتر ما هي انا كل الدراسات حولتها لتجارب شخصيه وانا زي ما قلت لكم في الاول اي موضوع انا بكلمكم عنه انا جربته في نفسي الاول. قبل ما بتعامل مع اي بيشنت او اي حد في في نظام غذائي انا بجربه عليا وانا فعلا جربت النهارده انا ما بتعاملش نهائي مع السكر. طبعا من خلال ده زي ما قلت لكم قبل كده الحمد لله وبفضل الله نزلت 30 كيلو. يعني الحمد لله كان خطوه عمري بحاله ما كنتش عارفه اعملها. عملتها وحصلت لما توقفت عن السكر، وفي خلال اقل من اسبوعين ما كملتش اسبوعين وبدات فعلا ان انا اكرهه، مش مش مستحمله اي حاجه الاقيها طعمها حلو، بتستعمل في الاول الاستيفيا على اعتبار ان ده نوع من انواع الحاجات الطبيعيه، وبعد كده حبه بحبه انت ما بتبقاش حابب الاستيفيا كمان لانها مسكره. بتبقى انت بتعود نفسك على الاكل والحياه من غير سكر ولا حاجه، بتحس بطعم الشاي، بتحس بطعم القهوه، بتحس بطعم اليانسون، احنا كل اللي بيحصل ان احنا ما بنحسش بطعم حاجه، احنا كل اللي بنحس بيه طعم السكر. السكر صح. وخلاص اه يعني اه بناخد عصاير بن بنملاها سكر. فبيغطي على نوع العصير او الفاكهه اللي احنا عاملينها واللي هو موجود واللي حاسينه هو طعم السكر اللي احنا بناخده كوبايه الشاي اللي انت بتشربها طعم السكر هو اللي باين فيها مش طعم الشاي جرب بعد كده بقى وشوف هتلاقي نتايج مذهله اول حاجه هتلاقي في خلال اربع ايام هتنزل لا يقل عن اربعه خمسه كيلو في الاربع ايام الاولانيين ايه ده يعني دول مش دهون عشان ما عليك. ال 4 5 كيلو دول عباره عن ايه؟ احنا عارفين ان السكر بيمسك في جزيئات الميه في الجسم. كل جزيء من السكر بيمسك في اربع جزيئات من الميه. تخيلوا بقى انا جسمي محوش ميه قد ايه بعد ما بتناول وجبه السكر. فانت في خلال اربع خمس ايام انت بتنزل الميه المتخزنه في جسمك دي كلها. ففعلا اوزن نفسك. قبل ما تمنع السكر ووزن نفسك بعد اربع ايام من منع السكر هتلاقي كده بسم الله الرحمن الرحيم 4 5 كيلو نزلت و... وتتوالى بعد كده بقى يبدا الكبد ي... ي... ما في سكر يبدا الكبد يصنع سكر هو من اللي عنده يعمل بقى العمليه بالعكس بدل ما كان بيحول السكر لدهون يبدا بقى الدهون المخزونه عنده يبدا يرجع لك تاني السايكل تاني ويحولها لسكر عشان يمد بيها العضلات يبدا يروح على الجلايكوجين اللي موجود في العضلات وياخد منه جزء في خلال فتره صغيره جدا لا تتجاوز الاسبوع بيبدا الجسم يخش في حاجه اسمها كيتو ادابتيشن بينتج اجسام كيتونيه الاجسام دي المخ بيحبها جدا بتروح للمخ هي من الدهون بيبدا بقى يخش على الدهون اللي في الخلايا ويبدا يحول الدهون دي لطاقه ياخد منها يستمد منها الطاقه وتبدا تحرق دهون جسمك اللي هي متكتله في البطن وفي الارداف وفي اماكن مختلفه من الجسم وما انتش عارف تتخلص منها بقالك سنين طويله مجرد ما هتمتنع عن السكر وتمتنع عن الكربوهيدرات يعني نقللها على قدر الامكان لان جسمنا مليان احنا جسمنا مليان الدهون دي وال... والكربوهيدرات دي متخزنه جوه جسمنا فاحنا مش محتاجين كميات كبيره من الدهون. هيبدا جسمك يحرق بقى من الدهون اللي م... مش محتاجين كميات كبيره من الكربوهيدرات عفوا هيبدا جسمك يحرق من الدهون اللي موجوده فيه هتبدا تحس بتحسن في صحتك هتبدا تحس بفوقان التوتر اللي بتبقى فيه وانت صايم التوتر ده سبب السكريات اللي انت بتتناولها التوتر ده مش الصيام احنا معلش يا جماعة انا عصبي اصلا انا صايم لا والله الصيام بريء الصيام ربنا شرعه لينا لعلكم تتقون لعلكم تستريحون لعلكم تبقوا هادين ولكن كن ان انت تبقى انسان متوتر وعصبي وما انتش قادر تتحكم في اعصابك وما انتش قادر تتحكم في انفعالاتك لا ده ده من السكريات اللي انت اكلتها في الفطار امبارح وعلى السحور وطول الليل من الفطار للسحور عمالين من كنافه القطايف الحلويات لكل الكلام ده فالحقيقه موضوع الانسولين ريزيستنس هو موضوع مهم وكان لازم اكلمكم فيه بعد ما اتكلمت عن اضرار السكر علشان نربط الامور ببعضها لما احنا هنبدا نظبط حياتنا هنبدا نشوف الاثار اللي هتنعكس علينا هتشوف الاثار اللي هتنعكس على بشرتك هتبص تلاقي جلدك بدا يرتاح هتبص تلاقي شعرك اللي كان بيتساقط هتلاقيه امتنع عن السقوط كل الاضرار اللي ممكن تصاب بيها اسبابها السكر زي ما قلت لكم في الاول في الحلقه بتاعه امبارح ان السكر هو الغذاء الرئيسي للبكتيريا والفيروسات لو انت بتمتنع عن اكل السكر و... و... وعالجنا مقاومه الانسولين ديت هتبص تلاقي نفسك قادر تقاوم اي فيروس لو جالك اي فيروس هتلاقي نفسك انت بمنتهى السهوله عندك المناعه لانك انت حرمه من الغذاء بتاعه بالتالي انت منشط مناعتك عندك المناعة القوية اللي انت تقدر تحارب بيها اي حاجة اي بكتيريا اي فيروسات انت عندك الشحنات اللي موجودة في جسمك اللي تديك الطاقة وتديك تخلص اكل تلاقي نفسك هادي فيش انتفاخات انا كل اللي انا بقولهولكو جربوه جربوه بس عليك وشوف الفرق بين بعد ما تفطر وانت مش واكل نشويات وسكريات ولما كنت بتفطر وانت الوجبه بتاعتك مليئه بالنشويات والسكريات هتشوفوا عملي مش كلام نظري ولا كلام ابحاث وخلاص لا طبعا الحاجات ديت يعني قتل بحثا الامراض دي والمواضيع ديت مش مجرد وجهات نظر ده حاجات كتير اتعملت بيها بيبرز واتنشرت واتعملت بيها ابحاث كتير جدا قبل ما يطلعوها للناس و... وتنشر على العالم لكن انا بقولك جربها انت جرب ما تصدقش حد انا حجربها انا حبدا انا حبدأ باسرع <تصفيق> وقت <تصفيق> ان شاء الله ان شاء الله آه ان شاء الله دكتوره نراك في الحلقه القادمه غدا وحنتكلم عن موضوع مهم ثاني آه لا تتركوا واعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد وتصبحوا على خير ورمضان مبارك مره ثانيه نشوفكم بخير ان شاء الله صوما مقبولا وافطارا شهيه وصحه وعافيه باذن الله اراكم غدا